واثقه في احساسي، كنت حاسه ان انت لسه بتقابلها. انت برضو بتراقبيني يا فريده؟ كان نفسي ما تبقاش رايح لها. قلت لك دي المريضه بتاعتي، افهمي. وجوزها بقى عارف انك بتروح لها البيت؟ ده تهديد بقى. ممكن يفهمني اللي انا مش فاهماه. اسمعي يا فريده، لو عملت كده هيكون اخر يوم ليكي معايا، انت فاهمه؟ هو انت متصور اصلا ان انا عايش معاك يوم كمان وانت بتخوني ومع واحده متجوزه؟ يبقى خلاص نتطلق، بس اعملي حسابك بقى انك هتاخدي ابنك معاكي وهتصرفي على علاجه. انت عارفه كويس قوي ان انا خلفته غصب عني، يعني انت مسؤوله عنه وعن علاجه. انت عارف ان انا معيش عالجه. يبقى تعقلي بقى كده وتنسي جوز فرح ده خالص، اعتبريه اصلا مش موجود. عشان عالج ابني وافق ان جوزي يخوني مع واحده متجوزه؟ يا فريده افهمي، انا ما بخونكيش، وفرح اللي بتتكلمي عنها دي هي اللي بتدفع مصاريف علاج ابنك، مستعدة تسافره بره عشان يتعالج كمان. يعني اي كلمه هتروح لجوزها مش هنلاقي فلوس عشان نعالج ابنك، افهمي بقى. انا صحيح ما لقيتش تقارير التحاليل وانا بدور عليها في شقه فرح، بس لقيت ورقه تاني مهم جدا. ورقه ايه؟ صورتولك على الموبايل عشان تشوفيه بنفسك. تفضلي. في عقود بيع بينك وبينها، في عقد بيقول انك بعت لها حته ارض، عقود تانية بتقول إن أنت بعت لها أكتر من شقة. ليه يا سارة بعت كل ده؟ عشان كان ليها ديون كتير عندي وكان لازم أسددها. ديون إيه؟ حقها في ميراث أبويا، ده يثبت لك طبعاً إنها أختي. عشان كده ما قدرتيش تديني فلوس لما طلبت منك تشاركيني في المناقصة. انت ظلمتني وافتكرت اني اتخليت عنك. طب ازاي شاركت نبيل الشامي؟ شاركت نبيل الشامي بالتنفيذ وهو بالسيوله. ما قدرتش اقول لك اني عندي اخت خدت مني معظم فلوسي. يا ريتك قلتي من زمان، ما كناش تعبنا التعب ده كله. يعني انت صدقت انها اختي؟ ماشي، قريب قوي هتعرف الحقيقة يا حياة.